جاءت في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سيدة ما فيه عوجاج. وختمت السورة بالقرآن، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تبي أن يعصمك الله من الفتنة؟ عشان كذا احنا عرفنا أن نقرأ سورة الكهف كل جمعة، ايه، لأنها تعصمك من فتنة الدجال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة الكهف فإنها عاصمة لكم من الدجال، أو كما قال: ومن قرأ 10 آيات من سورة الكهف أو حفظها في رواية كانت له عصمة.